التصريحات الملعبية في المباشر من لاعبين المنتخب الوطني التونسي. شكون اللي عم في التصريح؟ علي العابدي. علي العابدي. قالت من الساحه وكان نقعد مركزين احنا سيرتو معناها الجواريات في التيران خير ملي نقعد مركزين في حاجه اخرى. ميرسي بوكو. احنا نعرفوه هذا ونشوفوا فيه دونك نعرف الجمهور صحي يرحم والديك. الجمهور يعني المنتخب الاجواء مريقله ويا الاجواء باهيه. نعرف اللي الخساره توجع برشا توانسه، مي رانا هذه الحاجات اللي خليت تو الناس تتقدم علينا، ناميبيا تتقدم علينا، ويكس تتقدم علينا، وموزمبيق تتقدم علينا، على خاطر احنا قعدنا مركزين في تعارك وفي كلام في دبوزه ما في صبا. الصوت للاسف صوت الانترنت يعني العبد ينقد في التناول الاعلامي كونيكتي برشا. راح عاود كريم ماناش نسمعو راه في حد شيء. عاودوا اتصلوا بيه كريم ماناش نسمعو في حد شيء. يعني العبد قاعد يحكي ومزروب مش باش يطول. كريم تسمع فينا؟ معناتها نعلقوا نعاودوا نطلبوا كريم ولا مره اخرى. دونك شوفوا لنا اي طريقه حتى انتهى ينجم يبعث لنا تسجيل. يبعث لنا تسجيل فما ياسين مريح. لا مهدي جلاسي. ياسين جلاسي لاعب نجم هذا الساحلي. ولا مريح تصريح مهدي شابوا لبعضها. دونك تو مريح نعاودوا نطلبوا نتصلوا بيه نطلبوا التليفون بحاجه باي حاجه. او سي بون نرجع. وي كريم يلا معك كريم. معك يا سي مريح. نقصد على الاشخاص الموجهه اللي هو وجه لي السؤال. اكيد كان لعبت فهمتها بالغلط نعتذر، اما كان السؤال معناتها كما قلت لك صحيح وفي مكانه. من نجم يكون كان جوابي صحيح وفي مكانه، كي يبدا السؤال مش صحيح ومش في مكانه من وجهه نظري انا لازم نجاوب بجواب بتاتا مش في مكان وكا. نجيت دونك كان هذا ياسين مرياح. نحاولوا نواصلوا نكملوا ناخذوا ياسين مرياح في المباشر نوفل. ياسين مريح مع بين سبورت. نحاولوا ناخذوا من بعد كيف ناخذوا الدكتور سهيل الشملي ها معنا الان في المباشر ونرجعوا لياسين مريح. دكتور سهيل الشملي باش نسالوه على حاله صحيه لدايس الخنيسي. اي بالنسبه لياسين مالوريزمون فات الكان عنده اصابه على الرباط الداخلي للركبه نتاعو اثر معناها التدخل من لاعب الفريق الاخر. دونك البارح في الليل عملنا ليكوغرافي عندنا، دونك شافوا الطبيب نتاعنا نتاع الراديو الى اكد اللي عنده ليزيون في ليغامون لاترال انتيرن، وشفنا معناها اللي لازم نزيدوه اني ارام باش نتاكدوا منه معناها نهائيا، خاصه معناها عنده شويه وجيعة البارح. دونك تاكدنا اليوم مشى خذ هليكوبتر الصباح الساعة 8 تحول لبيجون، قمنا بصورة رنين مغناطيسي في بيجون وأكدت الكلام تاعنا اللي عنده قطع في الرباط الداخلي مش رباط صليبي مش خارج الركبة. الرباط هذا يحتاج ما يحتاجش لعملية، يحتاج إلى علاج طبيعي تقريبا لمدة 6 أسابيع، ولهذاك علاش ياسين الخنيسي معناه كان بالنسبة لي وفات مالوريزمون. لقيت الملاعبية دكتور؟ لقيت الملاعبية الحمد لله لاباس إن شاء الله لاباس، وعندنا شوية نزلات خاطر كليماتيزور وسخانة إتسيتيرا، دونك أونجير لو بروبليم معنا إشكالية. فشوية دياليت بدلت علينا شوية الماكلة، هذا هو بصفة عامة ما يقلقوناش هذا ما كل. دكتور زوز بالملاريا في المنتخب المالي، نجم يقلق هذا المنتخب التونسي زوز إصابة بالملاريا في المنتخب المالي؟ ما نجمش يقلق على خاطر الملاريا تتعدى بالناموسة ما تتعداش من عبد العبد. دونك هذاك جوست الحاجة اللي أكدنا اللي أن الناموس نتاع الملاريا موجود في البورتور نتاعنا، دونك يزمنا في أوتور موجود يلزم ناخذ احتياطاتنا منه. شكرا دكتور سهيل الشملي. دونك جواب مهم جدا، وكيف مش ناخذوا بعد شويه العضو الجامعي المكلف بالمنتخبات حسين جنيح باش يكون موجود معنا. كريم السليتي اي معك. تفضل معك. كمل كريم. دونك بعد شويه نحاولوا احنا في المباشر. كريم حبيت نسالك كريم ياسين مريح هو اي كريم صحيت كريم ياسين مريح نتصور يقصد فيك انت. يقصد في كنتي هو اعتذر ولكن قال الجواب بسبب السؤال معناتها مش في محله. السؤال ما كانش رغم اللي سؤالك عادي يسالوا اي باس مش مشكل وبرشا ناس شاف انه ياسين مريح غلط برشا غلط رغم اللي لعب ماتش مش خايب ما غلط غلط معناتها ياسين وسؤالك. ها معنا ياسين مريح في المباشر. ياسين المنتخب الوطني التونسي اليوم مباراة مهمة جدا امام المنتخب المالي لحفظ ماء الوجه، والحقيقة بوركو با نرجعوا زاد في الكومبيتيسيون.
ان شاء الله بالاحسن ماتش ما لازموش يتخسر. توا انا ماتش انا حسبت للتعويض ان شاء الله. الحمد لله ذي جيت النوا ماهوش ماتش وتنجم تروح، دونك ان شاء الله ماتشنا السبت نكونوا في نهارنا باش نحاولوا نعوضوا الخساره ونحاولوا نفرحوا الشعب اللي سنه فينا بلهفه. نعتذر من الشعب اللي البارح خيبنا له امال والحقيقه، مي ان شاء الله انا السبت نكونوا حاضرين بوجه طيب ونحاولوا نقلعوا ثلاثه نقاط تاعنا ان شاء الله. ياسين البارح كنت سالتك على استفسار كان جانا من وسط الاستوديو من وسط البلاتو من عند ناصر البدوي، والحقيقة الجواب نتاعك عمل برشا بوليميك. بتاتر انت تشوف تو كنت نسمع فيك على السؤال مش في محله، ولكن فقط خليني نوضح لك حاجة، ان السؤال كان طبيعي جدا واستفسار من فني. الحقيقة انا نقلت السؤال كما هو، شنو تعقيبك على كلام هذا والبوليميك اللي صارت خاصة عليك انت البارح؟ والله يا ما نشوفوش انا السؤال في محله، بما انه الناس كل مع الصحفيين كل ما شاء الله سألوا على الماتش وسألوا على ليكيب ناسيونال شبه مش في نارة. انت الوحيد ولا سي ناصر هو ما كامل احتراماتي ليه، وكما قالوا راه كلام صحيح، ما هو اللي جابني من المتلاوي لصفاقس، هو كانت عنده العين اللي انا جيت بها لصفاقس، ما نسواش العين اللي هزتني من المتلاوي لصفاقس، تو انا ما عادش ملاعبي. دونك له كامل الاحترام وله كامل الحب، ويعرف انا شنو تربيتي شنو معاه هو. السؤال كي يبدا على المباراه انا نجاوب على المباراه، اما كي يبدا سبيسيالمون ياسين البارح برشا اخطاء وبرشا كونفيونس وبرشا مش موجود الشيء هذا في الماتش، عباره ما لعبتش الماتش انا البارح، لا عمري خديت البارح اكسيت كونفيونس، ما غلطت يمكن في باس على ماتش كامل، ولات كيما قلنا احنا سي با غراف توا عندنا تورنوا ما ندخلوش هذا في هذا. كله شكرا على روحك الرياضيه كيما نقولوا نحن، اشكروا كريمه، نطلب السماح من العباد اللي فهمتني بالغلط، زلت لسان كيما نقولوا نحن، لسان ما فيهوش عظم، مي توا التركيز وكل التركيز على ماتش مالي، خليو الاكسا سبورتيف هذا كل شيء على جنب، لو بلوز امبورتون ماتش مالي، الناس الكل نحبوا نفرحوا كجواريات كملاعبيه كستاف تكنيك كالناس الكل كشعب كانتوما كصحفيين، لو بلوز امبورتون المنتخب، خلينا نكملوا مع المنتخب ومن بعد يعمل الله الباقي. شكرا ياسين يعطيك الصحة. دونك مهم الجواب محلاه، معناتها يبدو انهم رجعوا رواحهم، محلاه اللي تري كوريكت، حتى كان ما عجبوش الكلام اللي تري كوريكت واضح. انا نقول كريم، انا قبيلي قلت ربما ياسين مسكين عنده اشهر والناس تسب فيه رغم اللي لعب ماتشات كبار، لا لا معناتها في الترجي في المنتخب كله معناتها بعد هزيمه في مباراه اولى ديسيبسيون لازمنا نعذروهم ولا لا، اما بروفيسيونيل الكل كيفاش اعتذر من الناس وكيفاش قال على الاقل حكاو نوفل اجاو حكاو محلاه يومين محلاه قيس الجازي يقول لك صافي يا لبن اي بالله يسلم على قيس الجازي يسلم عليك نوفل يسلم عليك نوفل دونك وصلوا للسلام دونك نحاولوا ناخذوا نعيم سليتي معنا في المباشر محلاه نعيم زاد انت مباشر في التدريبات كريم مقدي مباشر توا اسمعوا معنا نعيم سليتي على او تري او نيفو tu peux être capable de jouer à gauche comme à droite après c'est normal l'entraîneur il y a qui معناها دي كونسيني dans ce sens عادي la liberté pendant le match oui après ça c'est pas معناها des questions pour moi ça il faut parler avec le coach en tout cas on a besoin d'être unis même vous les médias et on va essayer de relever la tête inchallah OK merci نعيم السليتي الحقيقة محلاهم جوريت اليوم اليوم رجعوا يعني بلا حاجة باهية برشا في وقت خسارة رد بالك انتم تابعوا معنا نعاود نذكر كريم مقني في اللايف بسمارت فون فيفو احسن كاليتي قاعدين نشوفوا الصحفيين التوانسة والملاعبية التوانسة اللي الحمد لله ما تنبزوش ما هزوش خشوماتهم جاوا وفسروا حتى ياسين مريح اللي بوليميك كبيرة صارت عليه جاء واعتذر وهذا من شام الكبار يا ياسين ما دامك اعتذرت معناتها انت ان جران وحكي حتى معاك كريم رغم اللي قال المشكلة معاك جاي وحكي معاك بكل صراحة عجبني برشا جيست نتاعو وعجبني انت اللي ديما تسال وتصدم ما يهمكش يا كريم تبارك الله على خويا انا نعطيك فازة كريم كان جيت في بلاصتك وجاي ياسين مريح نهرب لا معناتها مالجري البارح وياسين وجيت ياسين وصدمت في طول وسالته تبارك الله عليك تبارك الله عليك يا عاود سالته اليوم شنو المشكل عادي لا لا اي هو يشكر فيك كريم يشكر فيك يشكر فيك قلت لك نجيت في بلاصتك انا راني هربت انت تبارك الله عليك احنا اظن معاك واظن مع التصريحات يلا امشي امشي زيد استاذ هنا نتبعوا احنا شوفنا المساكني طلعت نجم شفت المساكني سي حسين حسين جنايح باش يكون معنا حسين جنايح شويه اي دونك العضو الجامعي باش يكون هو التصريح الاخير معنا علاش الاخير سي جلال ما لا 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 كريم ما قالوا لكش ساعه كامله معنا لا دونك عطانا ثلاثة ملاعبية وطبيب وحسين جنايح هذا هما التصريحات اي سيفري محاولين انه نقولوا ديزينيي معناتها
يعطي صحة قيس رجازي يخدم في خدمة باهية. دونك صور معاك خليني في الكود. دونك صور عندكم مازال في المباشر ديكو يبدا حاضر موجود معنا. نعاود نرجع خليكم تعلقوا توا على الكلام ومن بعد نرجع ناخذ التصريحات. انا راني لا لا قعدك معنا كمعنا انا راهو المريول الابيض ما عجبنيش في فاست فيه الاحمر. لا طبعا المريول مزيان وحلو برشا. المريول الاحمر حتى الاخضر والازرق ويا ولدي حتى بين الخلع نسينا نربحوا برك ما عنديش مشكل. جوستومون يا اخي علاش يا كريم نقولوا مستحيل مالي قالوا احنا ربحناها في بلادها ما يهمناش كيفاش ربحها ما ربحناها واحد بشيء في بلادها اي معناتها احنا قادرين في بالك كان نربحوا مالي يا ميمتي يا ميمتي يا ميمتي انا نحس كان نربحوا مالي ياسين مريح يجيك يجي يقول لك نحب نصرح علي تحب تشخصنها الحكاية لا لا بالعكس لا فاديت نشخصنها لاني قصة متاع شخصنا كريم حبيت اسألك كنت اللي حاضر غاديك واقرب منا الجوار تحسهم ممسوسين مورال مو ولكن معناها اسكو تخاف ياثر هذا على الاجواء معناها كيما نقولوا احنا خاطر تحس فما نوع من الحزن على اللي صار البارح بالريزلتا اللي صارت البارح. باه هاي حسين جنايح معنا في المباشر نوفل حسين المباراه الاولى لكن منتخب مطالب في المباراه الثانيه والحقيقه ما فاتنا شيء معناتها سور البلان كونتابل مازال قدامنا برك. والله ساعة مرحبا بكم ناس كل المباراة الأولى ما كانتش مباراة كما كنا نتصور ولا نتمناو في المباشر مع كريم مقني سيد حسين جنايح في تصريح الدور للمجموعة يصيروا فيه ديفوبا ماهيش أول مرة وصعيب باش تلقى فريق أو منتخب يترشح بتسعة نقاط معناتها عن الحق في فوبا صار البارح توا لازم نتداركوا في ساعة زادة بسرعة ماهوش نهاية العالم ولكن يلزم التدارك بسرعة مازلنا حيين ومازلنا حيين دونك مازلنا واقفين ولازمنا نبقاو قويين دعم الجماهير متاعنا حتى معناتها هما في تونس مهم بالنسبة لنا دور الصحافة نفس الشيء في نقل المعلومة في رفع من معنويات اللاعبين مادامنا مازلنا هون كومبيتيسيون مهم برشا نحميو جواراتنا ونسايدو لي بروتيجي هما اللي اون كونتاكت مع الكرة هما اللي اون كونتاكت مع الادفيرسير احنا ناس الكل هنا موجودين باش نوفروا لهم ظروف النجاح يظهر لي ما قصرناش ماناش مقصرين ومازال باش نواصلوا ان شاء الله في الكوب دافريك هذيا التونسي كان عنده ميزة تميزه خارج حتى كرة القدم هي انه مع كرامته ما يساومش احنا اليوم تمسينا في كرامتنا في المباراة الاولى إن شاء الله الرياكسيون متاعنا تكون في المستوى متاع تونس في المستوى متاع اللاعبين متاعنا في المستوى متاع المنتخب متاعنا ردة الفعل معناتها ما نشفش نساومو فيها إن شاء الله تكون في المستوى صحيح باش يكون مع مالي اللي هو معناتها على الورق أصعب فريق يعني في المجموعة من بين المنافسين الأخرين ولكن اذا كان فلت الماتش ولا نتاعك لازمك تدارك حتى كان مهما يكون شكون الادفيرسير مسينا في الكرامه اش معناتها سالت ديجا كريم سمحت سؤال سي حسين احنا رانا نعيشوا بالريزو سوسيو ونتبعوا اللي يتقال واللي ما يتقالش وغيره برشا حديث من البارح على الريزو سوسيو احنا دورنا كاعلاميين نطرحوا السؤال كما يجينا كما نقراوه برشا حديث على عارك ومعروك ومشاكل في وسط الستاف وفي وسط مدير المنتخبات يتعارك مع اكس وثم عدم رضا ما بين الادجوان والبريمير تونور هذا سؤال الاول والسؤال الثاني عندكم فكره على مدى الحزن اللي تسبب فيه المنتخب البارح للتوانسه؟ ساعة حسب رايي نتصور اللي انت من الصحفيين اللي تبدا عندهم المعلومه دقيقه حسب رايي كان شايف فما العارك ومعروك راك اكدت مرحبا هما غابش عليك لما تتسائل نوعك معناتها موجود ما عندك الحق بالتوضيح اما هاني قلت لك نعرف معناتها اللي ماهوش المنتخب بعيد عليكم الحقيقه معناتها كان فما حاجه راهي موجوده راكم سمعتوا بها لا اني شو نقول توا يفو اتر كالمي سوغان راهو معناتها كره القدم معناتها باش تلعب في الميدان باش تبان بالكره نهار السبت باش نلعبوا مع مالي لازم نحضروا مباراتنا كوم يلفو باكثر ما يمكن معناتها تركيز التركيز راهو من مفاتيح
المباراة المقبلة والتركيز باش يكون معناتها تيلة هالأيام اللي باش تسبق المباراة هذه. السؤال الثاني نتاعك كنت ذكرني به، عندك فكره قداش قداش سببتوا في حزن للعباد البارح؟ تسببتوا مش انتم المنتخب والنتيجه رقصت. والله الحزن معناتها الكل تونسي في الكوت ديفوار ولا في تونس. تبقى مادام فما قلت لك التدارك ممكن ينجم الحزن هذاك ان شاء الله يتقلب فرحه، وان شاء الله تكون فرحه في مستوى الانتظارات نتاع الجماهير. واذا كان معناتها ضيعنا مباراة ان شاء الله المباريات القادمه الكل نكونوا في المستوى. كيف شلون نجم نقولوا التوانسه في سورتو في كوت ديفوار اللي فيها بيجان شوفوا في يحبوا يعملوا مقاطعه يقول لك ما نمشيوش ماتش مالي دي في ديستانس طويله برشا، شلون نجم نقولوا لهم سي حسين؟ نقول التونسي كما قلت لك الامل معناتها ديما لازم يكون موجود فيه وهي من ميزاته. احنا نغزروا للمستقبل ديما برؤوس مرفوعه، احنا نحمل معناتها شعار تونس على صدوراتنا، نحكي خاصة على الملاعبية، ما نساوموش في كرامتنا وما نساوموش مع معناتها استحقاقاتنا. إن شاء الله كما فلتنا الماتش هذا نتداركوا في الماتش الجاي. ماتش خسرناه واحد بلاش، ممكن ربي حبنا باش ما خسرناش اثنين بلاش، ممكن كان خسرناه اثنين بلاش ما نترشحوش، كان خسرناه واحد باش نترشحو، ما تعرفش من بعد راهو الحساب يجيب. فما احسن ثالث وفما ثاني وفما كان تربح لافريك دو سود ناميبيا وتونس تربح مالي نوليو 3-3-3-3. اصل كل شيء جايز في كره القدم، يبقى التركيز صحيح. هذه معناتها المنتخب مش مليوم، عنده قداش من عام ما ربحش المباراه الاولى في الكان، خمسه مرات متتاليه هك تقول ما ربحش المباراه الاولى في الكان، رغم اللي قلناه هذا الكل راهو ما يعاود يسير على الغلب. وديما نعملوا رياكسيون وقت نبداو دو مير، ان شاء الله المره هذه الرياكسيون تكون في المستوى. والملاعبيه معناتها نحميهم ونسيدو لي بروتيجي هما راسمين، والمدرب كذلك ما ننسى يحميهم، ما انت تحميهم احنا نحترم، هما يحترمونا شويه زاد شوي بركه مش بحشة. والله محترمين هما بس كي تخسر اخرى تفسر علاش محترمين هما ومعناتها ما لازمش نحسوهم كانهم معناتها عملوا جريمه، معناتها مازال الوقت قدامنا ومازالت المباريات قدامنا ومازال التدارك ممكن. ماذا بيا معناتها القسوه معناتها ما يسيرش تكون مع اي واحد قصر بعد ما يوفى كل شيء. بالنسبه للمدرب حكيت على حمايه اللاعبين والمدرب حميتوه وسيواصل، لانه خرجت برشا اخبار تعرف انت خاصه بالسوشيال ميديا اليوم حسين، المدرب باقي على رأس المنتخب، وهل أنه عملتوا جلسة كما سمعنا وإلا لا مع الناخب الوطني لتحديد المسؤوليات وممكن حثوا أكثر على هو واللاعبين على مزيد العطاء فيما تبقى من المساق؟ صحيح حكينا البارحة بعد المباراة قد دوبا ما خلطنا من الملعب للنزل ولا المقر الإقامة تحديدا، حكينا مع اللاعبين اجتمعنا بهم هما والإطار الفني وحسسناهم معناتها بأهمية المسؤولية نتاعهم، عاودنا ذكرناهم بها وما نكذبش عليك كانوا حاسين فيهم اللي كانوا فما رغبة في أنه يدير وفما رغبة أنه الأخطاء اللي صارت معناتها تتصلح. عن 27 لاعب اللي مولاو 26 إن شاء الله اللي موجودين الكل يقدم إضافة، وإن شاء الله الممرن كما قلت معناتها إذا كان شاف أنه فما حاجات يلزمها تصلح يصلحها في أقرب وقت، واللاعبين اللي باش يكونوا موجودين يوم المباراة في ماتش مالي نهار السبت يقدموا الإضافة المطلوبة منهم. شكرا حسين جنايح. دونك نوفل أكيد كان تصريح مطول شوية، ناش تسمع فيه نوفل؟ طبعا كلنا أذان صاغية سي كريم، شكرا لك قاعدين نسمع واضح. دونك لي حسين جنايح العضو الجامعي المكلف بالمنتخبات، اكيد هكا نجم نقولوا كملنا التغطيه بالفيديو. بالله كريم فما اهم سؤال لحظه كريم، اهم سؤال ما تسالكش ربي كريم، انا ما تعرف الناس العصابه وكذا ومنا انا فما سؤال غريبه كيفاش معناتها الصحفيين ما حكاوش البنان رخصش شويه تحشي على الصوم الاولاني كي العاده تخمم كيف في كرشك يا رسول الله المانجا باش تطيح تو المانجا ما تفسدش في الفليج كريم ولا تكسحها اي صحيح هي كريم والله
هذا من الحاجات اللي ما يلزمنيش نقولها. الحاجات راه مالوريزمون شوف شوف نوفل مالوريزمون معناتها حتى الريزلتا ما تبعتش. ريت كان تبعت الريزلتا مش نحكي لك على المانجا مش نحكي لك على العسل. بالله هي قابلتكش زرافه بثنية ولا حاجه فهمتني زرافه حاجه ب 80 دينار كيلو العسل هوني ب 2000 وحر اكثر من تونس ولا غش ولا حتى شيء. عنده من حل غادي في كده حاجات نجمو نحكيهم. تشنو اللي عنده من غش ولا حتى شيء باش تردهم ليك عليك وعلى يجي فشوف الكوتيفوار مش باش يغشوك. حتى انا يعرضني بيع يقول لي والله من نحل والله من نحل وهذا باش نصدقوا. تشنو تو ماشي فري ماشي سي فري سا بور سا افو وي La baie, c'est peut-être de la montagne. Des abeilles ou des crocodiles? Des non, des assiettes de la, c'est de girafe. La brave, c'est vrai. Rahkina Karim, شنو l'ambiance, شنو la joie? والله الحقيقة التفاعل رجع لي معناتها نوفل. ليلة البارح خافت عليك الدنيا؟ لا لا عادي 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 في الأخير بون الناس الكل على حسابها سيد على المنقب مش برشا لحظة المغرب يسجل الهدف الأول عن طريق المغرب يسجل الهدف الأول عن طريق الناصري أو سايس يقول لي أي سايس قائد الفريق سايس دونك يسجل الهدف الأول في دقيقة 30 للمنتخب المغربي اللي ربح تنزانيا. هذا عملته مصر وعملته الجزائر يعني هذا اللي يدل انه باش تربح كاتريم مونديال شي من في كاتريم مونديال نفس الوضعيه وشنو الجزائر شويه ولا مصر شويه انتو كان المغرب واحد بلاش وان شاء الله مربوحه يا رب. يلا كمل لي كريم دونك قلت لك ما خذتش برشا عادي خاطر لعبت كل على حسابه لانه التصريح كان مستفز نوعا ما ولكن نتجاوزوه داير كان يعتذر وتوا محليه ما ثماش علاش معناتها انا جوا با نزيد نحكيو في اكثر الموضوع الحقيقه نوفا اوكي نرجعوا البنان دونك عندنا ماتش دونك عندنا ماتش ولا الناس الكل توا يحكي وكنا نسمع معناتها اللي عجبوني في اللي طرف فني والناس الكل الكل قالوا لنا هاي نقلبوا الصفحه ونغزروا المالي ورانا نجموا نربحوا مالي معناتها حتى اخلاقيا حتى احنا زدنا نقلبوا الصفحه لانه راهو الحقيقه حتى هم يحسوا بالدعم تاع الصحفيين معناتها كيف تبدا انت بجنابهم وتبدا معاهم وتبدا تدز معاهم لهنا وتحميهم حتى هم يبداو مرتاحين اكثر واذا نجم يعاوننا واحنا شنو نحبوا هل الملاعبيه وستاف متقلقين من اللي كرونيكور في البرامج الاذاعيه والتلفزيون الناس كل تنقد يقلقهم هذا كريمه بون ممكن لو كان جا جلال القادري توا معنا في التصريح كنا نجموا نعرفوا لانه الحقيقه نوفل ما انا ما نحبش نحط في نفسي للناس اللي تعطي دروس معناتها في الاعلام لانه ثم بعض الزملاء حاولوا يعطيونا دروس في الاعلام خاصه في شخصي في موضوع سؤال مستفز وغير مستفز ما علينا دونك انا ما نسمحش الناس شكون شكون اللي قال هكا عليك ما علينا ما علينا لا ما يصيرش علاش ما يصيرش ما قال لك سؤال مستفز وطريقه طرح السؤال ما علينا انا ماهوش هذا موضوعي لا 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 معناتها لحظه لا لا كريم ما يصيرش كريم انا ما نعطيش الدروس دونك لا كريم انت لحظه انت في المباشر بين اليوم وبين البارح هاني انا اعلامي وعندي 30 سنه في الاعلام سلوكك محترف ومثالي واسئلتك حاضره بالعكس تسأل السؤال اللي لازم يتسأل في وقته معناتها وتبتعد عن الجمل العامه نتاع كيف ترى وكذا بالعكس سألت سؤال ياسين مريح ربما روح لعب ماتش مثالي ولكن غلط برشا غلط وبرشا قالوا عليه دونك وداير اعتذر وكنت محترف وهو اعتذر واعتذاره يكذب الناس اللي نقدوك ما علينا ما علينا ما هذا لا يعنيني في الأخير احنا حشنا بالمنتخب الوطني التونسي نرجع لك لوسائل الإعلام والمحلين أكيد راهو باش يوصل نوفر خاصة مع السوشيال ميديا والانترنت والفيسبوك وغيره بشوفوا التصريحات تعرف بالبارح برشا تصريحات عملت بوليميك حتى تصريح نتاع يوسف المسيري كيف كيف معناتها برشا تصريحات الحقيقة عملت بوليميك ولكن أما زاد ثم كلام هذا اللي نجم نعطي فيه رأي ثم كلام جارح كيفاش؟ ثم كلام جارح جدا تقال البارح كيما مع الناس ملاعبية وملاعبية مش رجال كيما مدرب يعمل فيه مؤامرة لخاطر رئيس الجامعة في السجن هذا تقال في وسائل الإعلام صحيح هذا واحد نجم يعطي فيه رأي واللي الحقيقة لا يعقل وغير مقبول وما يصيرش للأمانة معناتها لأنه هذا حاجات عيب معناتها ما كريم حبيت تسألك كريم هذا حاجات ما يتقالوش ومعناتها ما يصيروش تبقى سؤال مستفز مش مستفز تبقى الهزيمه ضد ناميبيا كيما والله كيما قالوا الناس كل هزيمه شوكونت وجلال القادري لو نحى فاز الارجنتين فانه تصريحه قال اتحمل المسؤوليه واعتذر معناتها تصريحه كوريكت راهو ولكن حكايه الارجنتين هي اللي شخشبتنا شويه مي اعتذر هو لانه الناس كل شوكي معناتها اللي في شوك هذاك نتاع انك الناس كل مصدومه من المفترض
الناس الكل مصدومه، راهو اي انسان مصدوم يولي حتى الرياكسيون نتاعو ماشي. اما كريم ما حكيناش الناس مصدومه لانه ناميبيا، لانه ناميبيا سيطرت علينا وكانت نجم تربحنا 3-4. هاو الصدمه منين جات؟ يعني ماهوش كيما الجزائر ولا مصر لعبوا مليح والكيب الاخرى عملت كونتر اتاك. لا لا، ناميبيا في الشوط الاول كورت بينا وفي الشوط الثاني خذت 15 دقيقه راهو قبل البونتو جاو زوز فرص نتاع بونتو وبعد البونتو جا بونتو رجو. معناتها معناتها المنتخب كان ينجم يربح اربعه. رانا بشير بن سعيد وشويه ملاعبيه منعونا معناتها، وربما حتى الملاعبيه انا نتوقع كي سمعنا حتى الملاعبيه مصدومين كريم، مصدومين لانهم راهم تفرجوا كيفنا في الماتش. وهذاك اللي يبين معناتها ممكن معناتها الناس الكل على اعصابها. ممكن مثلا انا امبارح سالت على يوسف المساكني في الكونفرنس دو بريس، هل ممنوع انه يخرج ولا ما يخرج؟ وبعد كيف رجعنا للستاتستيك يوسف المساكني من افضل لاعبين، لانه انا كيف شفت معناتها يوسف دقيقه 70 ما عادش نجم يجري اكثر من هكاك، معناتها تحسوا تعب، معناتها تعرف سخانه وغيره. ولكن هذا عادي ويتسال معناتها في الاخرى هذه سيدي فوتبول، هذه كره القدم. نوفل اما بالطبيعه في كنف كريم. يلا اخر سؤال مع كريم. يلا اي كريم تسمع فيها معك بليل. معك بليل. حبيت نسالك بالحق والسؤال اللي يطرحوه الناس الكل هنا وحتى في وسائل التواصل الاجتماعي وبارتو، هل غياب رئيس الجامعه معاتي فما نوع من التاثير نتاعو على الامبيون جينيرال؟ خاطر تحب ولا تكره في الاخر يعني سنين الله معاهم ويعتبروه كيما نقولوا احنا هكا الليدر مصاحبهم وكذا. باش نجاوبك مباشرة وتقريبا لمحت له هذا، مش نزيد نلمح له تو خاطر ما عندناش حقائق معينة. لا خلينا من نحكي غيابه اليوم. انا نقترح كريم اقعد هنا نمشيو فاصل من بعد جاوبنا جواب هذا وباش نطولوا معك شوية. لا فاصل ونعود، هذه ديما لابسة. صباح الخير تونس، ابدا صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي. معايا انا ايمان سكوحي من الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح. ديوانا فام صوتكم.